فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة وفقكم الله يقول لبيع الكلاب المدربة، هناك يقول بعض طلبة العلم يقول إنه إنما يباع قيمة التدريب وليس الكلب. هذا احتيال، هذا احتيال ولا يصلح. نعم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاب. نعم، يجي واحد يقول لا حلال وهذه قيمة التدريب، ما هي قيمة التدريب، هذه قيمة الكلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب صريح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.